يجمع الفلسطيني أيوب الزعتري بين التراث والفن في الطبول التي يصنعها يدويا في ورشته بالبلدة القديمة في الخليل. فقد تعلم أيوب ذو 55 عاما هذه المهنة من والده، ويبيع طبوله التي يصنعها من الفخار والجلد في الضفة الغربية وإسرائيل. وتستغرق عملية طلاء جسم الطبلة نحو 40 دقيقة قبل أن يفرد عليها الزعتري جلد الحيوانات الذي يصدر الصوت المرتفع عند النقر عليه، ويصنع الرجل طبوله في 4 أحجام مختلفة. يعني هذا الشغل يدوي، وبنفس الوقت يعني فيش اشي في مستوى. قلنا لك الجلد جلد بلادنا، الفخار فخار بلادنا، اللي هو التربة تاعتنا بنعمل منها الفخار، التصنيع تصنيعنا، الداخل العرب الداخل بحبوا التراث. يعني في عندك المستورد اللي هو الحديد او الخشب ما بتطلعوا له، بتطلعوا انه ياخذوا شغله يحطوها في البيت عندهم يضلوا يتفرجوا عليها، يعرفوا انه هذا شغل يدوي. وإلى جانب اقتنائها كقطع فنية للزينة في بيوتهم، يوضح الزعتري أن بعض زبائنه يشترون الطبول التي يصنعها من أجل استخدامها في إحياء حفلات أعراس، ويؤكد أنه يعشق عمله ويتمنى أن يستمر فيه إلى النهاية رغم التراجع المستمر في مبيعاته. انولدت بهذه الشغلة، بدي أضل بهذه الشغلة، وما شاء الله اولادي بيشتغلوا مبسوطين، بيصرفوا علي وبيصرفوا على الدار، وانا بس بندقر فيها كحرفه. هاد تعني لي شيء كثير لانه انا من عمر وانا بشتغل فيها. اما جمال جمجوم وهو صاحب محل يبيع الطبول، فيقارن ما بين مبيعات الطبول في الماضي والحاضر. كل فرح ياخذ 5 6 طبلات. بعد قديش في الجوع في افراح. يعني كان بدل الدكان بدك تقول 50 دكان بيعوا طبلات. اجى اليوم بياخذوا من تراث، يعني انت بالشهر لما تبلغ طبله وبالشهر لما تبلغ طبله. وتبلغ تكلفة الطبلة بين 7 شواكل و35 شيكلا، أي ما بين دولارين إلى 10 دولارات، وذلك طبقا للحجم والتصاميم المطلية عليها.